حق تلك ان شاء الله. نعم. وش يصير ايش يصير؟ خلنا بسلم عليك. يا مرحبا. يلا هلا هلا. شلونك طيب؟ الله يدخلك الجنه. الحين يمكن خطاياك تطيح مثل اوراق الشجر. كما تسقط اوراق الشجر. ما كلمتني. سمعت الحديث؟ خلاص اسبن لي واحد بجيك. سمعت الحديث؟ الحديث سمعته؟ سمعته. تعال نطبقه. السلام عليكم. مرحبا حياك الله. طيب أبحث. الحين تتحات الذنوب والخطايا. يا الله. الله اكبر. والله الخمسه العيال والقضيه كله راح يسلم علي داره وسلم على عمار. صح الفصحى. مساك الله بالخير يا ابو فراج. يلا حيا. مساك الله. السلام عليكم. اجر عظيم. اجر عظيم. حياك الله. حياك الله. خامستك الان ان شاء الله. ما شاء الله. سلم عليك عشان المايك موجود معك. خامستك خامسه. يلا يلا يلا. هذه خمس وهذه خمس. اذا تخامس يلا يلا ابو زهره. تستطيع. يا مرحبا. انا بألف بألف بين القلوب. وليد دقيقه بحاول. علم الحديث علم الحديث. مشهد التمثيل. طيب انا بقول لك عشان كل شوي تقدم يدك. يقول لك لو صافحت الخطايا تطيح مثل اوراق الشجر. الذنوب والخطايا بالخريف مصافحه والله مو بلعبه وابتسامه طيب والله اني صادق نوصف احنا تمثيل قاعدين نوصف نوصل رساله آه الله يذكر يعني هو الان جافي وانا هو شوف الان بدا يقرب يقرب انت واقف ولا ذنوب الخطايا الان يعني لو تقابلت اليد باليد هذه باذن الله ان تسقط مثل اوراق الشجر في الخريف بسم الله انا مالي نفسي يا عيال خلينا نقربها ابتسم ابتسم ابو زهره ابتسم ما قدرت ابتسم هو ما هو ذنبه قال افصح الفصحى يمكن يعني افصح الفصحى افصح الفصحى افصح حرمين افصح خلاص يا شيخ سقط ان شاء الله اوراق اسمع تسمح لي لا 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 تسمح لي انا اقول طيب وتر وتر اقسم بالله لا بوتك تضبيط اي شوي فهمت اي بقول لك مو بالحين مو بالحين مو بالحين مو بالحين مو بالحين لا لا مو بالحين شوي خلنا وتر والله ما اوتر اوتر